السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور خالد الهديان، باحث ما بعد الدكتوراه في مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أبحاث، ومدير برنامج موهبة الإثراء البحثي الصيفي المقام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. نفتخر في هذا الصيف أننا استضفنا هذا البرنامج بشراكة وبرعاية وبدعم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. طبعا البرنامج هذا يقام في مستشفى الملك فيصل التخصصي في كل صيف من عام 2008. تخرج تقريبا 300 اكثر من 300 طالب فيه. الان بعضهم اطباء في المستشفى، بعضهم جراحين، بعضهم باحثين، وحتى في مختلف العلوم الاخرى، هندسه وغيرها. في هذه السنه نستضيف 19 طالب في 11 مختبر بحثي متخصص في ابحاث البيولوجيا وابحاث الاورام وابحاث الجينات. طبعا في كل سنه نلحظ ان الطلاب ارتفاع حاد في مستوى الذكاء عن السنه اللي قبلها، استيعاب المواد العلميه بشكل اسرع، مهارات يدويه اعلى. طبعا الهدف من البرنامج بالدرجة الأولى أنه هدف اتساع أفاقهم البحثية، بناء تجاربهم البحثية بتسلسل منطقي وبتسلسل علمي، وتحليل البيانات بالطرق الصحيحة. طبعا والهدف العام من البرنامج تنمية الشغف والبحث العلمي لهم في مختلف المجالات. الأهمية العلمية للبرنامج تكمن في استهداف الطلاب بحيث أنهم تتسع آفاقهم العلمية، بناء الأفكار والتجارب على تسلسل منطقي، وتحليل البيانات على أسس علمية صحيحة. طبعا أنواع الأبحاث التي يقدمونها، أبحاث الأورام تتيح لهم أمل في إن شاء الله أنه أحدهم يجد علاج الأورام مستقبلا، فهم كيفية بناء الأبحاث الطبية وتأثيرها على المرضى وعلى المجتمع، تنمية شغف إيجاد الاختراعات والابتكارات في المجال الطبي. يعني مما لا شك فيه أن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة والإبداع أصبحت معلم وطني في إنتاج جيل قادر على بناء المستقبل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بحيث أنها تعيد صياغة الطلاب علميا وصقل مهاراتهم بالطرق العلمية الصحيحة عن طريق إشراكهم في برامج الإثرائية الصيفية، كذلك في برامج موهبة مثل التلمذة والأولمبيات الوطني. النتائج الأخيرة لموهبة في آيسف 2022 أوضحت الصورة الكاملة لدعم المجتمع السعودي لهؤلاء الطلاب وللمؤسسة بذاتها، وأصبحت هدف لكل طالب في المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة الانضمام لموهبة. نفخر بإدارة هذا البرنامج، ونفخر بالشراكة مع موهبة منذ عام 2008 وحتى الآن، ونتطلع لاستمرار هذه الشراكة مستقبلا بإذن الله.